اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الكيوبيز. الحلقه دي بقى مش فريده من نوعها، خطيره من نوعها، هتعجبكم. الحلقه دي المفروض نعرف فيها ازاي نعرف اي تيمبو بتاع اي اغنيه. طب وده يساعدنا في ايه؟ هيساعدك انك تعرف تعمل ريمكسات، هيساعدك انك تعرف تمشي مع الاغنيه بالظبط. عايز تغني معاها ينفع، عايز تعمل لها ريمكس ينفع، عايز تعمل اي حاجه في الاغنيه، تعديل او توزعها من الاول ينفع، كل حاجه تنفع في الاغنيه. عايز تعملها كاريوكي ينفع عشان تعرف تمشي مع الأغنية، تعيد توزيعها من الأول. تعالوا نشوف إزاي بنعرف نعمل يعني يلا. فعايزين نشوف بقى إزاي نقدر نعمل إن إحنا نعرف أي تيمبو بتاع أغنية. وزي ما اتفقنا بقى عشان نعرف تيمبو بتاع أغنية، ده طبعا ده هيساعدنا في حاجات كتيرة قوي قوي، منها الريمكسات. أنت مجرد ما تعرف زمنها تقدر تغير البيت، تقدر تقعد تلعب في الكوردات زي ما أنت عايز. بعد كده طبعا هوريكم طريقة إزاي نقدر نجيب الفوكال لوحده واحنا نركب عليه توزيعه وبتاع، لسه في شويه حركات كده، كل ده شغل ايه احتراف يعني. اول حاجه طبعا محتاجين ندخل الاغنيه على الكيوبيس. هو في طريقتين، طريقه مش دقيقه قوي بصراحه يعني انا ما بستخدمهاش، وهي في الكيوبيس نفسها، وطريقه تانية هنشوفها دلوقتي. مثلا هنروح نجيب اي اغنيه، انا نزلت اغنيه كده عاديه يعني ايه ملهاش كوبي رايتس عشان ما يقف لناش. لو انت حطيت الاغنيه قبل كده هيقول لك نيو ولا ريوز ولا ايه. فمثلا كأن أول مرة نحطها، خلينا نعمل إيه نيو. فطبعا بيحمل الأغنية عادي جدا، أنت يا دوب بتشد الأغنية وترميها هنا، أو ممكن برضو تعمل من فايل هتلاقي فيه امبورت، ممكن تحط الأغنية بنفس الطريقة. يبقى كده عندنا طريقتين نشد الأغنية جوه الكيوبيز. هنشوف بقى إزاي كمان يعني هنظبطها بقى إيه ونعرف زمانها وكده. كده مثلا يا اما نشدها كده يا اما بنفتح فايل ونقول له امبورت اوديو فايل، وتروح تجيب الاغنيه بتاعتك من المكان اللي انت حاططها فيه. طبعا اللي انا هقوله ده هيمشي على اي اغنيه مش الاغنيه دي بس. طيب لو جينا نشغل الاغنيه كده، لو جيت اشغل معاها الكليك، ده في حته وده في حته، الاتنين مش ماشيين مع بعض ابدا. الكليك في حتة والأغنية في حتة. طب ازاي اظبط زمن الأغنية دي بقى مع الكليك؟ طيب تعالوا بقى نشوف الطريقة كده. اول حاجة بنطفي الكليك خالص، وبعدين نروح على كلمة project، وبجيب حاجة اسمها beat calculator. ده حاجة جديدة في الكيوبيز، بس ده على فكرة مش دقيق قوي، بس انا بقول لكم برضو على كل الحاجات، وهنشوف الطريقة التانية اللي نظبط بيها الموضوع ده. اهو البيت calculator، اروح على كلمة tab tempo دي، اشغل بقى الأغنية كده عادي، واروح على tab tempo وامشي بالماوس مع الاغنيه. واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، تلاتة اربعة. اقعد عد كده، اتنين تلاتة اربعة. طيب خلاص طلع كام؟ 85.4. طيب طلع تقريبا التيمبو 85.4، ده اقرب حاجة وصل ليه. يعني نقول مثلا 85، مش هنحسب الأربعة من عشرة دول. طيب بس ده مش دقيق ليه بقى؟ لأن في أغاني فعلا بتبقى 85.4 وستة من عشرة، فهتلاقيها فرقت معاك في التيمبو بعد كده. يبقى لو قلت له add tempo track start، ده لو عملت كده فيروح حاطط لي على طول التيمبو الجديد اللي أنا اخترته. فدي كده طريقة نظبط بيها التيمبو. طيب نشوف بقى كده هل هيبقوا ماشيين مع بعض. لو شغلنا الكليك لسه برضو مش ماشيين مع بعض قوي. ليه بقى مش ماشيين مع بعض؟ لان دي اهم خطوه بقى لازم بقى. بصوا بقى التراك لما بيخلص ماستر مثلا، اللي موزع التراك او حاجه، هتلاقي دايما بيسيب لك حته فاضيه في الاول كده. الحته الفاضيه دي في الفراغ كده ممكن تبوظ الدنيا، كانها محركه الاغنيه كلها شويه شويه فراغ. فلازم دايما تروح جاي عند مثلا ايه البيت الاساسي، اي بيت، وتحطه على بدايه مزوره. يعني دي كده بدايه بيت، يعني مثلا دوم او تاك او كده. فمثلا اهو بصوا كده، دم اهي، في دم اهي، الدم دي لازم تكون على بدايه مزوره. بص هي مرحله قد ايه؟ مرحله مثلا احنا لو المفروض تكون على بدايه مزوره سته، هي مرحله كل ده اهو. يبقى دايما بدور على الدم عشان احطها على بدايه مزوره. دم، يبقى لازم اخد الدم دي كده احطها هنا اهو. بعمل بقى اشيل السناب ده كده واقربها من هنا كده اهو، اشد الدم دي كده لحد ما تبقى عند المزوره بالظبط اهو كده. يبقى المفروض مع الكليك، لان دايما كل كليك بتنزل مع بدايه مزوره، فمع الكليك دي تنزل الدميه كمان اهو كده. نزلوا مع بعض، نسمع بقى الكليك كده نشوف.
كده كل كليك جديدة تنزل كده. خلاص كده ظبطنا الدنيا. طيب تعالوا نشوف بقى، يعني لازم بقى ايه تتشيك لاخر الاغنية في كويسة ولا فرقت في حاجة. اهو هنا فرقت شوية. الفرق ده بقى ممكن يكون من ايه؟ من الاربعة في العشر، من عشرة دول. اربعة من عشرة زائد اربعة من عشرة مع كل مازورة مع كل مازورة تيجي في اخر الاغنية تعمل لك فرق. عشان كده بقول لكم الكيوبيس في الحتة دي مش دقيق قوي. طيب ايه الحل التاني؟ نفس التراك اهو، تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنفتح في برنامج كويس قوي هو الـ Virtual DJ. ده برنامج تقدروا تنزلوه، برنامج كويس جدا في الموضوع ده. هنروح بقى نجيب التراك اللي احنا عايزين نجيبه ونحطه في الـ Virtual DJ دقيق اكتر بقى. اهو هتحط بس التراك كده، هيقول لك التيمبو المظبوط ايه، ولو في اي كسور اي حاجة من عشرة حاجة زي كده هيقول. هو هنا بيقول لي هنا هو 85 بالظبط، يعني مفيش ورا اربعة من عشرة ولا بتاع ولا الكلام ده، هو 85 بالظبط. فهنا بقى ايه ده هيكون ادق شوية. تعالوا بقى نروح هنا نظبط ده نخليه 85 بالظبط. المفروض 85 ده بقى يعالج لي طبعا الفروقات والحاجات دي كلها. ونظبط برضو الايه التايمنج، لازم نتأكد ان الدوم بداية الدوم عند بداية مزور، لو فرقة فتفوتة صغيرة هتفرق جامد جدا بعد كده. اهو نكبر طبعا، نعمل زوم اهو كده، وتروح اهي ادي الدومة اهي عند بداية مزور كده. في الاغلب الاغنية هتمشي تمام، بس ساعات بقى الموزعين بيعملوا حركات بقى ايه يعني عشان ما يتعمل لهاش ريميكس مثلا، تفضل الاغنية شغالة كويس ويجي في نص الاغنية مثلا يعمل تغيير للتيمبو، يعمل دروب، يعمل اي حاجة، يعمل فاصلة حتة اطول من التانية بحيث انه يكسر لك التيمبو ويروح داخل تاني. ففي الحالة دي بقى ليها طريقة تانية ان احنا لازم في الحتة دي نبتدي نقيس التيمبو تاني، او نقطع الحتة دي عن يعني الحتة اللي قبلها ونوسعها شوية عشان تمشي مع التيمبو تاني. يعني برضو ليها اختراعات كده، الحاجات دي بيستخدموها اكتر في الريمكسات. فاحنا كده خلاص ظبطنا الكليك مع الاغنية. طيب بعد ما نظبط الكليك مع الاغنيه هنعمل ايه؟ لا ده احنا هنعمل حاجات كتيره جدا، ده انت ممكن تشقلب الاغنيه خالص. يعني مثلا اغنيه غرب اهي، تعالوا مثلا نجرب لو حطينا لها ايقاع شرقي ولا حاجه تبقى عامله ازاي. تعالوا نجرب اي حاجه كده، مثلا احط لها ايقاع شرقي مثلا. تعالوا نجيب مثلا ده الكونتاكت، دي بقى الريمكسات اللي بتسمعوها. مثلا اغنيه غربي تروح انت حاطط لها حاجه شرقي، اغنيه شرقي تروح انت حاطط لها حاجه غربي كده. تعال نجرب بالميدل ايست، ده كنا جربناه قبل كده. مثلا تعالوا ناخد ايه طبله مثلا، هي اغنيه غربي خالص فانت تحط لها طبله مثلا تقلب الاغنيه اهو. مثلا ادي الاغنيه اهي، مثلا اي حاجه يعني انا بجرب بس. طبعا معالم الاغنيه اتغيرت خالص، نعليها بس شويه عشان ايه نعرف نسمع كويس. تعال نشوف الحته العاليه دي كده، دي كده الاغنيه الاصليه، ممكن هغيرها انا بقى. طبعا مش بس كده، اي لوبات هتحطها هتمشي على نفس الزمن، لان هي احنا كده كل الفكره ان ظبطنا ده على الزمن، فهو ماشي مع اي تراكات هتحطها هتمشي مع نفس الزمن. فمن هنا بتيجي فكره الريمكسات بقى. طبعا انا بعمله ده كده اي كلام، يعني انا بس بجرب معاكم ازاي نحط ايه اي صوت او حاجه زي كده. نقدر نحط لها مثلا ايه نفس الحاجه بس نخليها ايه يلعب ريتم بدل ما انا بلعب مانيوال كده اهو كده. ونشغل
طيب انا عملت الكلام ده ازاي؟ ما عملتش اي حاجه، انا دوست بس على اللوب ان هي تشتغل، وهي كده كده بتمشي على التيمبو. طيب ما دام ده على نفس التيمبو واللي انا بلعبه على نفس التيمبو، خلاص هيمشوا مع بعض. فهي دي كل الفكره، ازاي نقدر نظبط تراك على الكيو بيس. زي ما شفنا كده، الموضوع ده طبعا خطير جدا ومستخدم جدا، بيفتح لك دنيا تانية خالص. عايز تعمل اي حاجة في الاغنية خلاص بتعملها، انت عارف التيمبو بتاع الاغنية، تقدر تعدل عليها زي ما انت عايز. لو عايز توزعها من الاول تاني هينفع، عايز تعمل اي حاجة، يعني مش لاقي كلام اوصفه في الاغنية. هو الفكرة في الاغنية كلها ان هي التيمبو، عرفت التيمبو عيش بقى براحتك. طبعا لازم تكون عارف السلم بتاع الاغنية وكورداتها وكده، ده موضوع تاني. انا مقصود الفكرة كلها ازاي تمشي مع الاغنية نفسها بس. واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله.